خيرهم مع حضراتكم لجامعة حلوان وتحديدا طلاب كلية التكنولوجيا في جامعة حلوان اللي قدروا ان هم يحققوا نجاح كبير جدا بفوزهم بالمركز الخامس في مسابقة الفورمولا اللي تمت اقامتها في انجلترا، وشارك في المسابقة دي 36 فريق بيمثلوا عدد من الجامعات العالمية. خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم. تمكن طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان من حجز مركز متقدم في فعاليات مسابقة الفورمولا الطلابية الكهربائية بإنجلترا، والتي يشارك فيها 36 فريقاً يمثلون جامعات العالم، وحصد الفريق المصري المركز الخامس عالمياً. يعد فريق جامعة حلوان الأول في تقديم فكرة السيارة الكهربائية الجهد المنخفض 48 فولت، وهو التصميم الآمن تماماً من حيث الصدمات الكهربائية، وهو ما أشاد به حكام المسابقة وبمجهود الفريق في إنتاج تلك الأفكار الخلاقة في هذا المضمار العالمي. المشروع يأتي كأحد مكونات التعاون مع جامعة أكسفورد بروكس الإنجليزية، كما أنه مدعوم من جانب المجلس البريطاني في القاهرة، وتعد أول مشاركة له في مسابقة الفورمولا الطلابية الدولية ضمن 36 جامعة عالمية في سيلفرستون في إنجلترا في فرع التصميم الهندسي. مزيد من التفاصيل معانا دلوقتي على التليفون الطالب عبد الله أشرف المشرف على الملف المقدم بمسابقة الفورمولا بإنجلترا عشان تعرف منه على كل التفاصيل. صباح الخير عليكم، نورنا في صباح الخير يا مصر وألف مبروك. صباح الخير يا فندم، وأهلا وسهلا على حضرتك، الله يبارك في حضرتك. طبعا يعني انا سعيده جدا ان انت معانا النهارده، واحنا بنتكلم عن مسابقه فورمولا مربوطه دايما باذهاننا بالعربيات. ايه علاقه كليه التكنولوجيا بالعربيات بالملف المقدم؟ احكي لنا كده قصه. وحضرتك طبعا يسعدني طبعا مشاركه انجازاتنا الاخيره في الفريق في سباق، بالتحديد حصلنا على مركز محاكاه وقت اللفه اللاب تايم سيموليشن اثناء مسابقه فورمولا ستيودنت يو كي. حصلنا المركز الخامس من بين 36 فريق على مستوى العالم. حقيقة فعلا تعتبر أول مشاركة لينا في المسابقة بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان. تعتبر فكرة المسابقة عموما هي مسابقة دولية بتقام كل سنة بالمملكة المتحدة، بيتم تنظيمها من قبل معهد المهندسين الميكانيكيين بإنجلترا. بيشترك فيها فرق من جامعات على مستوى العالم، المسابقه عموما من كذا دول بيتم اشتراك فيها. بيتم المسابقه ليها قواعد معينه او التزامات معينه، معايير معينه بيتم الاخذ بيها. بتنقسم الى فصلين، الفصل الاول اللي هو يعني انا اصمم العربيه بتاعتي هنا الطياره اصممها واروح بيها واشترك فيها في المسابقه، ويعتبر الفكره الثانيه الفصل الثاني ان انا ادخل اشترك في المسابقه تصميم فقط، كونسبت بلس. ويمكن احنا السنه دي احنا اول مره لينا السنه دي بالكليه والفريق اشتركنا في المسابقه كونسبت بلس تصميم فقط. طبعا ليها قواعد معينه والتصميم ليها سباقات معينه. طيب عبد الله، خلينا نفهم منك اكتر، يعني افهم من كلامك ان انتوا صممتوا سياره كهربائيه، وانت بتقولي مسابقه اللاب تايم سيميليشن، اللاب ده اعتقد اللي هو الحلبه او السباق، يعني مسافه السباق نفسها. طبعا من ضمن السباقات اللي موجوده عندنا واجهتنا السباق لاب تايم سيموليشن، محاكاه وقت اللفه، ويعتبر من السباقات المهمه للسيارات ومن الفروع الهامه اللي هي ممكن تواجه هندسه السيارات عموما. يمكن
يمكن المسابقة عموما مش ان انا احفظ مراكز، هي بس اكتساب خبرات او فرصة لينا كطلاب اكتساب خبرات هندسية وازاي نستغل مهاراتنا، او يعني هي فعلا بتدينا مهارات كبيرة وتجربة حقيقة فعلا جميلة. يعني طبعا احنا يعني فخورين بيك جدا وبنشكرك جزيل الشكر وبنحييك وبنبارك لك مره تانية انت وزملائك في الفريق. ونشكرك جزيل الشكر طبعا الطالب عبد الله اشرف المشرف على الملف المقدم بمسابقه الفورمولا بانجلترا.